بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا. النهاردة هنتكلم في موضوع بقالنا أسبوع على الصفحة بنتكلم فيه، صحيين بنتكلم فيه، نايمين بنحلم بيه. بشوف حيوانات، بشوف تعابين، بشوف فراخ بتتذبح، بشوف فراخ بتموت، وبشوف كتاكيت بتقاقي. ده حقيقي، في ناس عمالين يقولوا لي انا بشوف كتكوت بيقاقي طول الليل. هو في كتاكيت بتقاقي؟ اه بتصوصو. في تعبان بيقرصني، في تعبان جوه الاكل، في تعبان في كوبايه الميه، في تعبان نايم جنبي على السرير، في تعبان طالع لي من تحت السرير. انا شفت نفسي بشتري فيل، انا شفت نفسي راكبه فوق تمساح، انا شفت نفسي بذبح كلب وباكل لحمه. واحد تاني يقول لي وانا شفت كلب بحلب اللبن بتاعه الكلبه الام وبشرب اللبن ده. هل كل الاحلام دي طبيعي ان احنا نشوفها؟ هل كل بني ادم مباح لي ان يشوف نفسه في الاوضاع دي؟ كل الاشياء دي ليها دلالات. انا لما بشوف كلب قاعد جنبي غير لما بشوف كلب بيجري ورايا، غير لما بشوف كلب عايز يهجم عليا او يعضني، لما باكل لحمه حاجة، لما بشرب اللبن بتاعه حاجة، لما بسوقه حاجة تانية، لما بمسك فرخة سليمة سمينة كده وبذبحها وبريشها حاجة، ولما بتموت قدامي لوحدها حاجة تالتة خالص. كل حاجة من دول ليها دلالة، كل حاجة من دول ليها رمز، مش كلهم بيتفقوا، مش كلهم يناسبوا بعض، مش كل اللي بيشوف حاجة بتكون شبه التاني وبتتعمم. كل واحد فينا بشكله بحياته ليه رمز وله تفسير. ناخد أول تليفون معانا. ألو، ألو إيمان. أهلا وسهلا يا فندم. ممكن عندي حلمين بس صغيرين جدا، ممكن؟ أه اتفضلي. بس حضرتك، انا اخويا ليا اخ وام متوفيين، حلمت ان انا واخويا وامي راكبين عربيه. تمام. كانت شادينا وفي الطريق وقفت ونزلنا، العربيه كانت مش عربيه. ده اول حلم. استاذه منى صوت حضرتك قطع، معلش. حضرتك حلمتي باخوكي ووالدتك المتوفيين راكبين عربيه، وبعدين؟ انا وماما واخويا عربيه. حضرتك كنت راكبه معاهم وبعدين؟ لا استاذة منى صوت حضرتك مش واضح، معلش ارجعي كلمينا مرة تانية. فنرجع لموضوعنا، وكنا بنقول ان الدلالات بتختلف، دلالة كل شخص بتختلف في رؤيته عن الشخص الاخر. مش عشان انا شفت كلب وحضرتك شفت كلب وحضرتك شفتي كلب فكل واحد فينا احنا التلاتة زي بعض، لا، التفسير بيختلف. طيب، بيختلف بس من الأشخاص، لا كمان بيختلف في الحالة الاجتماعية. يعني رؤية الست المطلقة غير رؤية الست المتزوجة، غير رؤية العازب غير رؤية الرجل المتزوج. كل واحد فيهم بحالته الاجتماعية لها تفسير. طيب، هنبتدي أول حاجة والأحلام اللي اتكررت كتير جدا جدا بمختلفها، رؤية الكلب. الكلب بيختلف مش بس في الرؤية بتصرفاته، يعني بيعضني ولا باكله ولا بشرب لبنه ولا بيهجم عليا، لا ده كمان بيختلف في لونه. يعني مثلا لما نشوف الكلب ده لونه اسود غير لما نشوف لونه ابيض، غير لما نشوفه صغير غير لما نشوفه كبير. هنتكلم عن كل ده بعد التليفون. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام. هو معايا حلمين كده. هو انا حلمت الكلب بيعض فيا. طيب اسمك ايه؟ أميرة. أميرة، عندك كام سنة يا أميرة؟ 16 سنة. هو أنا أنت أميرة صديقة البرنامج اللي بتتصلي بينا كل أسبوع، قولي يا أميرة اتفضلي. هو حلمت إنه بيعض فيا وراح بعد بعدين. تمام. أخويا جه وضربه. تمام. وبس كده. أنت قلتي رؤيتين، والرؤية التانية؟ هو الرؤية التانية حلمت انه في ست ماسكه اخويا في ايدي، ست جايه عايزه تاخد اخويا مني. اخوكي عنده كام سنه؟ عنده 4 سنين. شكرا يا اميره.
طيب هنجاوب على أميرة بعد الفاصل. اهلا وسهلا مره ثانيه. كان معانا قبل الفاصل استاذه اميره بتقول حلمت ان في كلب بيعض فيها. بصي يا اميره، انا لو ما خانتنيش الذاكره فانت نفسك صاحبه حلم التعبان اللي كان برضه عاوز يقرصك واخوكي ضربه، وانا وقتها قلت لك ان في شخص بيتربص بيكي او في شخص رجل مش كويس، الراجل ده بيلاحقك واخوكي عارفه وانت كمان عارفاه وطول الوقت اخوكي بيحوشه عنك. فانا عايزه اقول لك ان هو نفس التفسير، الكلب ده راجل عدو وعدو مش سهل، واضح ان هو حد مصمم ان هو يتربص بيكي وان هو ياذيكي، فاحذري منه. فانا عايزه اقول لك على حاجه، اذا كنتوا انتوا على معرفه بيه يعني حاولوا تحطوا حد لاذيته، لان واضح ان هو مش عايز يسيبك. اما الحلم التاني فهو حديث نفس والله اعلم. ناخد استاذ محمود من المنيا. الو. الو. ايوه. ازيك يا دكتوره؟ اهلا استاذ محمود، اتفضل. دلوقتي انا حلمت ان انا قاعد مع اصحابي وجاء اخويا مش بيسلم عليا. تمام. فرحت ما سلمتش عليه، سبته ومشيت. تمام. راح جري ورايا بيبوظ فيا، رحت برضه سبته، راح ضربني. تمام. اخوك متوفي ولا عايش يا استاذ محمود؟ لا عايش. تمام. اسمه ايه؟ مصطفى. تمام، اتفضل كمل. وبعدين؟ بعد كده برضه زحت ومشيت، لقيته جاي بيجري ورايا، راح ضربني تاني. طيب خلص الحلم على كده؟ ايه؟ خلص الحلم؟ اه. طيب اوكي، شكرا يا استاذ محمود على اتصالك. بص يا استاذ محمود، هو واضح ان انت مش على وفاق مع اخوك، وكون ان هو بيضربك ده حلم نفسي بحت، لكن هو واضح من سياق الحلم ان انت مش على وفاق، يعني انتوا الاثنين مش بتتفقوا مع بعض، قد تكونوا قريبين من السن من بعض لكن انتوا مش على وفاق. واضح ان انت شقي جدا يا استاذ محمود، وباين من سنك، من صوتك ان سنك صغير. فيعني ربنا يهديك ان شاء الله. نرجع تاني للكلاب. تمام. فزي ما قلنا اني هنتكلم دلوقتي عن رؤية الكلب للرجل. دلوقتي لو في رجل هو شايف كلب، في حالتين، الحالة الأولانية إنه بيهاجمه أو بيعضه، والحالة التانية إنه ماشي جنبه كرفيق أو صاحب. في الحالة الأولانية لازم تحذر منه، لأن ده عدو قريب بيحاول يأذيك في حياتك. لو بيهاجمك أو عايز يعضك، ده عدو قريب بيحاول يأذيك في حياتك. لو عضك بالفعل يبقى وقع الأذى، يعني الشخص ده تسبب ليك في أذى. تمام. اما اذا كان الكلب ده ماشي جنبك يعني كانه حارس او صاحب، فده بيبقى صديق وفي، وغالبا بيكون في الحلم لونه يعني ابيض او من الوان الكلاب الفاتحه مش اسود، لان الكلب الاسود كلب عدو وعدو حاقد، ويعني وبيبقى واضح جدا. ده بالنسبه للرجاله في رؤيه الكلاب. ناخد ام ياسين من المنيا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي حلمين بس يعني طول شوية. طب اتفضلي بس بسرعة. ماشي بسرعة. أول حلم بحلم كتير إن أنا راكبة في مركب في البحر. أيوة. وأطلع على المرسى وألقى قدامي بيت، أنا أخش في البيت ده ألقى فيه زي المتاهة بالظبط، مش عارفة أطلع منين، مش لاقي الباب اللي أنا أطلع منه أو الشباك أطلع منه. بس على طول الحلم ده بحلم بيه على طول. تمام. الحلم التاني حلمت اللي انا وجوزي وبنتي الكبيره وابن صغير خالص، ورحت كبيت زيت نقل على دراعي، راح دراعي اتحرق، جوزي عايز يشوف ايه الحركه اللي في دراعي، انا مش قادره اوريه له، قلت له ده انا حطيت مرهم ولفيت دراعي شاشه بيضة، هو طالع يجري ورايا عشان يشوف الحركه وانا مش قادره اوريه له. تمام. جريت رحت ركبت عربيه. لا جريت في حته كده انا بخاف من عتمه، لقيت حته عتمايه رحت جحت منها وكان فيها نور بس نور بسيط، رحت ركبت عربيه انا وابن الصغير. أوه. وانا راكبه برضه العربيه وجوزي برضه ركب ورايا عربيه ثاني وطلع ورايا برضه عايز يشوف الحرق اللي في ايده وانا مش قادره اوريه له، قلت له ده انا لفيته في شاشه بيضاء. تمام. بس هم دول الحلمين اللي عندي. شكرا يا ست ام ياسين. طيب الحلم الاولاني حلمت ان انت في متاهه، دايما قلنا قبل كده في حلقه سابقه ان المتاهه من دلالات السحر،
المتاهة في المنام من دلالات السحر. لما تشوفي نفسك طول الوقت عمالة تلفي وتبرمي وتلفي وتبرمي مش عارفة تخرجي، لا عارفة تخرجي من شباك ولا عارفة تخرجي من باب، قلنا قبل كده ان المتاهة دي من دلالات السحر. بس بما انك كنت منحصرة في المتاهة دي في بيتك او في مكان معلوم، فاذا قدامنا حل من الاتنين لغاية ما تبين لنا رؤية تقول لنا حالك ايه. بصي، اولا امسحي بيتك بماء وملح، اذا كان في حالة انه في طاقة سلبية او سحر او كذا يعني نسأل الله العافية. اما الحالة التانية انك تكوني محسودة حسد شديد وشغلي سورة البقرة يعني، فهي حصن ان شاء الله. اما الحلم التاني بقى الحرق اللي في المنام وان انت عايزة تخبيها على جوزك، فبلاش يعني اقولك على حاجة كده بالبلدي، بلاش تداري مصايبك. يعني انت لو هتعملي مصيبة روحي قولي له اعترفي له، لانه هيعرف هيعرف وهيدور وراكي وهيعرف. فبدل ما ندخل في مشاكل وتبقى فيها مشكله كبيره وتبتدي تقعدي تدوري على مخرج يخرجك من المشكله اللي انت اصلا كذبتي فيها على ايه، اختصري في حلم هنا بيقول ان حضرتك هتعملي مشكله، المشكله دي هتتسبب لك في اذى وهتضطري تخبي عن جوزك وهتدخلي في مشاكل كتير. انت من الاول اعترفي له لانه هيعرف. ناخد استاذه صباح من الوراق. ايوه ايوه اتفضلي يا استاذه. ايوه حضرتك، انا من الوراق. اهلا وسهلا اتفضلي. لو سمحتي حضرتك، انا حلمت ان في كلبتين صغيرين وانا بدلو عليهم ميه. تمام. فهم لونهم اللي هو اللون البني ده. انا بدلو عليهم ميه يعني كده، فبعد كده ايه لقيت كلبتين تاني بس كبار قوي فخفت منهم. فرحت سبتهم ورحت مشيت يعني جريت، يعني طفيت النور بتاع الحوش وخدت بعضي وجريت على السلم. تمام. حاجة تانية؟ لا هو ده الحلم اللي انا حلمته يعني. شكرا يا استاذة صباح. قوية انت يا صباح، قوية، ما تجيش غير على الضعيف، لكن تيجي عند القوي تهربي. بصي يا استاذة صباح، الحلم ده بيقول ان حضرتك انت بتدلقي مية على كلبتين صغيرين. دايما الكلاب الصغيرة، كنا هنقولها بعد شوية، الكلاب الصغيرة في المنام يا اما اطفال يا اما ناس ضعيفة لا حول لها ولا قوة، لا يملكون ليكي اذى ولا ضر، فهماني؟ ولكن حضرتك بتكبي عليهم ما بتأذيهم، عايزة تبعديهم. انت بتعملي حساب لناس ضعفة يعني بتأذيهم او بتديهم اكبر من حقهم او بتطرديهم او وبتخافي وبتكشي من الناس اللي هم اصلا قاصدين اذيتك. قوية يا صباح، تحياتي ليك. طيب، بما ان استاذة صباح خدتنا لحتة الكلاب الصغيرة فتعالوا نتكلم عنها. الكلاب الصغيرة في المنام أطفال أو أولاد إذا كان معروف لهم عدد، وحتى لو هم مقصود بيهم في الحلم إن هم جايين في صورة إشارة أو في صورة ناس تابعين، فهم لا يملك ليك نفع ولا ضر، ما يتخافش منهم نهائي. حتى إذا أول على إنه كلب صغير بيهاجمك فهو عدو ضعيف، يعني الكلاب الصغيرة في المنام ما بتخوفش أبدا. لكن اللي يخوف زي ما قلنا الكلاب الكبيرة في حالة الهجوم أو في حالة الشراسة أو في حالة أنهم يدخلوا بيتك ويبقوا عايزين يهجموا عليك أو يعدوك أو يأكلوا أكلك. طيب، لو في حد بقى هو اللي مسك كلب في الحلم وهجم على الكلب ده وقطعه وذبحه وكمان بيأكل من لحمه، ده معناه أن أنت هتنتصر على عدو قوي، وده معناه برضو ان انت هيكون لك السلطة على هذا الشخص اذا حضرتك شفت نفسك بتاكل من لحم الكلب ده. يعني انا لو شفت نفسي باكل من لحم كلب ده معناه ان انا انتصرت عليه، ومعناه ان حضرتك بقت ليك الريادة او بقت ليك السلطة على ايه، على الكلب ده، ودي حاجة كويسة. مين؟ ناخد استاذة اسراء من البحيرة. الو الو. ايوه اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عايزه اقول حلم. انا حلمت اللي في الحمام ورقه من مصحف القران. تمام، وايه كمان؟ بس كده اتلاقيته بقى في الحمام وكده، وبعدين اخدته وطلعتها تاني، وبعدين اتلاقيتها تاني في الحمام. تمام. انت متجوزه يا استاذه اسراء؟ لا مخطوبه. مخطوبه. طيب شكرا يا استاذه اسراء. لقيت ورقة من المصحف أو من القرآن في الحمام. بصي يا أستاذة إسراء، أولا حاولي طول ما حضرتك موجودة في البيت نقفل باب الحمام، سيبوش مفتوح. وفي حاجة يا جماعة عايزة أقولها بخصوص الجزئية بتاعت الحمام دي، بدل ما تنوروا النور بالنهار
وتطفوه بالليل لما تيجوا تناموا، وفروا نور الحمام وخلوه منور بالليل طول الليل، وبالنهار بلاش تنوروا نور الحمام، الناس اللي بتخاف على الكهرباء. ليه بقى؟ لان الحمام ده شيء خطير جدا موجود في البيوت. الناس اللي بتسيب باب الحمام مفتوح، والناس اللي بتسيب نور الحمام يعني ضلمه، اللي بيسيبوا الحمام ضلمه، دي حاجه مش كويسه. انت عندك شويه طاقه سلبيه، عندك مشكله في البيت، البيت يعني في شويه مشاكل طالعه من الحمام، ده عشان بتتبعوا عادات سيئه جدا في الحمام. في مرايه كبيره في حمامكم شيلوها، وده علشان هو مأثر تأثير مش حلو. في انذار جالك بان انتوا تتبعوا الاشياء دي، لان وجود ورقه قرآن في الحمام معناها ان البيت هيبتدي يصاب بحاجه مش كويسه. فعندنا انذار، شيليها. انت بتقولي شلتها مره، انت اكيد عملتي حاجه واحده صح، حاولي تكملي. انا معرفش انت عملتي ايه، بس لو عندك مرايه شيليها من الحمام. لو بتسيبوا نور الحمام مقفول بالليل، لا نوريه، واقفلي باب الحمام، وحاولي تحافظي على نظافه حمامك فتره طويله، يعني حاولي طول الوقت تحافظي على نظافه الحمام، والله اعلم. طيب عندنا كنا بنقول لو اكلت لحم كلب فاذا انت انتصرت على عدو. طب لو شربت لبن بتاع كلب، لو شربت لبن من كلب، ده معناه ان الكلب ده كان في المنام انثى. أسوأ ما تراه في حلمك انك تشوف كلب انثى، هي امراه حقيره، يعني حقيره دنيئه، ست لا تسعى الا للخراب، ولما تشرب من اللبن بتاعها اصبت باذى شديد في حياتك. يبقى رؤيه الكلبه الانثى في المنام امراه دنيئه تسعى لخراب بيتك، ولو شربت من اللبن يبقى للاسف اصبت بحقدها او باذاها او بشيء حاجه مش كويسه. الو، معانا تليفون ناخد. الو الو، ايوه اتعرف بحضرتك. سعيد معاك لو سمحت. انا استاذه سعيد، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم، قولي الحلو بتاعك. الو، ايوه استاذه سعاد، انا سامعه حضرتك. لو سمحت يا ماما، حلمت النهارده ان كان في مطر بتمطر ودخلت على البيت عندنا. وكانت بتقول لي بابا الحق الحقها، وفضلت تقول اللهم سيدنا نافعا. اللهم امين يا رب العالمين. طيب حاجه تانية؟ ايوه في حلم كمان. طيب قبل الحلم التاني، المطره كانت نازله على البيت بتاعكم لوحدها ولا كانت نازله في الشارع كله؟ كانت نازله على البيت كله. ايوه استاذه سعاد، عشان الوقت. الو، ايوه يا فندم، كانت جايه بتمطر في الشارع كله وبس دخلت على عندنا. تمام، اتفضلي. والحلم التاني؟ هو الحلم التاني حلمت ان انا كنت بجيب هديه لشخص وانا معرفوش، كنت بجيب ساعه لشخص لونها اسود. كنت بتجيبي؟ كنت بقول لاختي ده الساعه السوداء زي الاطفال، وبعدين لبستها للشخص ده انا ما اعرفوش اصلا. دي كانت ساعه اطفال؟ لا هي ساعه رجالي، بس انا كنت عامله قلت زي ساعه الاطفال. انت مخطوبه يا استاذه سعاد؟ لا. طيب ماشي، شكرا يا فندم. بس بالنسبه للحلم بتاع المطر، يعني المطر خير الا اذا كان نازل كانه غيث، يعني المطر لو ما نزلش بقوه كانه كده سيول فهو خير. لما ينزل شديد قوي قوي وكمان يخش البيت، فيعني نسال الله العافيه. ان شاء الله هي مشكله عابره وهتعدي، ان شاء الله مشكله عابره وهتعدي، يعني بسيطه، يعني شويه كلام شويه مشاكل، حاجه بسيطه في البيت وهتحصل. اما بخصوص الساعه السوداء الجميله اللي انت اشتريتيها لشخص ما تعرفيهوش، انت بتتمني شخص، وان شاء الله يعني ربنا هيستجيب دعائك، والشخص ده هيقرب منك، الله اعلم هو مين. انا اسفه ما اعرفش انت قاعده في وسط العيله وهم سامعيني، بس كون ان انت تشتري هديه لحد فانت بتتمنيه. الساعه في المنام وخصوصا لو كان لونها اسود فهي دليل على رجل غني وتقي وحد كويس جدا، انا اتمنه لك. ربنا يديلك الخير يا استاذه سعاد ويجعل لك من اسمك نصيب ان شاء الله. نروح نسيب بقى الكلاب شويه بسكتهم باكلهم وشربهم، ونروح للتعابين. كارثه من كوارث الاحلام، تعبان اصفر، تعبان ابيض، تعبان احمر، تعبان اسود، يا جماعه كلهم وحشين، كلهم استغفروا الله، بس بتتنوع درجات الاذى ما بين تعبان واخر.
يعني لما شفت تعبان اسود كبير هو عدو من اهل البيت. خلصت. ما اعرفش بقى هو اخر حاجه تقدر تقول عليها هو حاقد، هو حاسد التعبان الاسود. ناخد استاذه منال من المنيا. الو. الو. ايوه. انا عايزه اتفصل حلم لو سمحت. ماشي اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا حلمت ان انا صوت قرمطان سمك كبار. اصطدتي قرموتين سمك كبار وبعدين؟ بس وكنت قاعده جنبيهم كده، يعني واحد لونه ابيض وواحد اسود. عندك كام سنه يا منال؟ 24. مخطوبه؟ لا. طيب ماشي، ابشري ان شاء الله خير. شكرا يا استاذه منال. استاذه منال هيجي لك عريسين وهتقعدي حطاهم قصادك كده ومش هتاخدي منهم ولا واحد، مع انك اصطدتي الاثنين، بس يعني عايز تحيره خيره. ليه اصطدتي اثنين؟ واحد ابيض واحد اسود، واحد كويس واحد مش كويس. ربنا يهدي لك سبيل الرشاد ان شاء الله. تمام. الو. طيب، فزي ما قلنا كده ان التعابين كلها يا جماعه صفرة خضرة حمراء اعداء لنا ان شاء الله تكمله. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، ابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. القاكم الاسبوع القادم في نفس الموعد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.